حكم اللقاء هو صاحب القرار على احمد الشراوي. ضربة جزاء ادي بنشوفها في العادة مرة ثانية، وادي على طول صالح جمعة، صالح وركلة الجزاء، وصالح جوه جول، عملها حلوة حلوة على طول ركلة جزاء صناعة صالح جمعة بهدف أولاني، يتقدم النادي الأهلي في لقاء النهاردة يعني تقريبا في الدقيقة 40 من زمن وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. صالح جمعة أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء، صالح جمعة أول أهداف اللقاء للنادي الأهلي، صالح جمعة لو خدها وراح تفرق معاه كتير، ولكن فضل حمودي وتدخل العربي وابتسم مرة تانية لشريف، عدى مهارة هنا بالعرضية، العرضية جوه الجول، شريف ولكن على طول هدف جميل وانطلاقة جميلة على طول، عملها حلوة ادي مروان محسن، ولكن اعتقد الهدف لشريف فعلا على طول انطلاقاته في المساحة الفاضية، عدى بمهارة وبص على طول على الزاوية البعيدة وبيحطها في القائم الايمن ترتد داخل المرمى محرزا الهدف الثاني الجميل لمحمد شريف. ادي على طول بنشوف العادة، وادي الانطلاقة عدى بمهارة وسرعة وعملها حلوة في الزاوية البعيدة، وهدف ثاني على طول للنادي الاهلي.